قناة نادي الاتحاد ب 2020، تغطية أخبار الدوري السوري الممتاز، ترتيب ونتائج، إحصائيات وأرقام، وبالإضافة إلى أخبار المنتخب، منتخب الرجال، الأولمبي، الشباب، الناشئين، وتغطية حصرية لأخبار كرة السلة. كل هذا وأكثر على قناة نادي الاتحاد، تابعونا. السلام عليكم متابعين قناة نادي الاتحاد، أول فيديو ب 2020، والفيديو راح يكون عن قائمة منتخبنا الوطني لمواجهة اليابان وقطر والسعودية. كل هالتفاصيل إن شاء الله تعالى راح نحكي بهذا الفيديو، وبآخر هذا الفيديو راح ندردش سوا شو اللي صار معنا بال 2019. فضلا وليس أمرا حطونا لايك الفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. مساعة متأخرة من الليل امبارح كابتن أيمن حكيم أعلن عن قائمة منتخب سوريا النهائية لمواجهة قطر واليابان والسعودية في نهائيات آسيا تحت 23 عام في تايلاند. راح نبلش بحراسة المرمى الأساسي وليام غنام. الكابتن وليام غنام من أفضل حراس المنتخب وأيضا من أفضل حراس الشباب الصاعدين. الكابتن وليام غنام حاليا بصفوف نادي الوسبة. الحارس الثاني للمنتخب الأولمبي يزن العرابي كمان من أسماء المميزة وعم يلعب حاليا مع نادي المحافظة. حارس الثالث للمنتخب الوطني نبيل كورو حارس فريق الجزيرة. وراح نبدأ بخط الدفاع يوسف محمد وفارس أرناوت وأيضا مصطفى صفريني، يوسف الحموي وخالد كردغلي وزكريا حنان ابن نادي الاتحاد. هدول لاعبين خط الدفاع. رح نبلش بلاعبين خط الوسط. كامل حميشي الاسم الشاب الصاعد حديثا واللي حاليا عم يلعب مع نادي تشرين، خليل ابراهيم وسيمون امين. رح نعقب شوي على سيمون امين باخر هذا الفيديو. ميلاد حمد وعبد القادر عدي وزيد غرير لاعب نادي الكرامي. كامل كواية النجم الصاعد ولاعب نادي الشرطة. محمد حلاق وأنس العادي لاعبين نادي الوحدة. محمد ريحانية ومحمد البري هدول لاعبين خط الوسط. وراح نشوف لاعبين خط الهجوم علاء الدالي وعبد الهادي شلحة وعبد الرحمن بركات. أسماء الثلاثة اللي ذكرناهم أسماء مميزة وعم يتألقوا مع أنديتهم. هدول 23 لاعب لمنتخب سوريا الأولمبي اللي راح يخوض نهائيات تايلاند إن شاء الله وتعالى. ومثل ما حكيت سيمون أميني للأمانة ما كان مع الفريق، ما كان عم يتحضر مع الفريق، ليش حطوه بالقائمة النهائية ما بعرف للأمانة، هذا وجهة نظر الكابتن أيمن حكيم. وإن شاء الله بعد هذا الفيديو رح نعطيكم شوية معلومات عن البطولة وأيضا نظام البطولة وأيضا القنوات الناقلة وأيضا توقيت المباريات. حاليا رح نبعد شوي عن كرة القدم ورح نشوف شو صار معنا بال 2019، وخلينا ندردش سوا بالتعليقات شو صار معكم على صعيد الشخصي أو على صعيد الرياضي، شو أحلى خبر سمعتوه، شو لا سمح الله أبشع خبر سمعتوه. أنا بالنسبة لي 2019 كان فيه أحداث كتير مهمة. أول حدث الحمد لله جوزنا 25,000 مشترك، يعني بالنسبة لي هذا رقم إنجاز للأمانة. 25,000 بالنسبة لي هذا الشيء إنجاز. أما بعض الناس بجوز يشوفوا 25,000 مشترك شيء عادي، ولكن مثل ما حكيت أنا بالنسبة لي إنجاز كتير كبير. بحياتي ما كنت أتوقع أني أوصل لهالمرحلة أو لهالمستوى. وأيضا بال 2019 صارت معي أحداث مهمة، وبالتحديد ب 18 شباط مشكورة إدارة اليوتيوب اللي فعلت تحقيق الدخل للقناة. وأيضا بنفس النهار أنا صرت خال، صار عندي بنت أخت. وكمان بال 2019 جوزت أخوي علي، شفت الحفلة كلها على قناة نادي الاتحاد. يعني إن شاء الله ألف مبروك لأخي علي وعقبال كل العزابية. وأيضا بنفس الفترة خطبنا لأخوي الثاني. هدول أبرز أحداث اللي صارت معي من 2019 على صعيد الشخصي. وعلى صعيد الرياضي أبشع خبر شفته أو أبشع خبر سمعته مهانة ومزلة منتخبنا في نهائيات آسيا 2019 في الإمارات. شفنا هذا التخبط الإداري وهذا الفوضى اللي صار بالمنتخب. وأيضا نادي الاتحاد بسلسلة من المباريات السيئة بكأس الاتحاد الآسيوي، وأيضا خسارة الجيش 4-0 مع الجزيرة الأردني، وأحداث كتيرة. أنتوا شو عندكم أخبار، شو عندكم أحداث، اكتبونا بالتعليقات مشان ندردش مع بعضنا. وأنا هذا اللي حبيت أخبركم. بالنهاية تبقى ألف خير وصحة وسلامة متابعين قناة نادي الاتحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.